من هو جندي؟ جندي الصفة هو الرجل الذي تدرب على الانضباط. بكل الفخر والاعتزاز نحتفل اليوم بتخريج الدفعة 52. لتتجسد مع هذه المناسبة معاني القوة والإرادة والتصميم على شق الطريق الوعر. نحو بناء قواتنا المسلحة البناء الكامل بإذن الله مهما بلغ حجم الصعوبات والتحديات. كلنا جنود للوطن، كل المخلصين لوطنهم لابد أن يطلق عليهم هذا الاسم. هذا ليس برتبة، هو أعلى من الرتبة.